خمس محاضرات، ممكن تكون في البكالوريوس خمس محاضرات. تمام. الآن كويس، بدنا نشوف اللي هو كيف بتم تصحيح الاختبار، كيف بتم تصحيح الاختبار. كويس. الأمر بسيط جدا، ما حدش يعمل هذا. كويس، خليكم معايا، شوفها في براحتك وبتنفذ على النموذج اللي حينزل لك اليوم أو بكرة براحتك. تمام. الآن ايش في عندي هنا؟ الإعدادات الخاصة بالاختبار، ما بدي في اللون والحاجات هذه والأشياء هذه. بما إنه الطالب لازم يقدم امتحان، لازم يكون في عندي ايش؟ التقيد برد واحد. تمام. ويجب تسجيل الدخول، يعني لازم على الإيميل، لازم يكون عنده إيميل، يعني أول ما يعبي الفورم بده يجي يقول له اكتب إيميلك، اكتب ايش؟ إيميلك. تمام. هنا يمكن التعديل بعد الإرسال، أعطيه فرصة يا أخي راجع، ليش لا؟ يا أخو العزيز، ما هو أنا بوقف النموذج بعد هيك لما يخلص وقت الامتحان، صح؟ لما يخلص وقت الامتحان، طول ما هو وقت الامتحان الساعتين المفروض أنه الطالب يراجع. كويس؟ بعد ما يخلص في حاجة حنشوفها ايش؟ عدم استقبال الردود، حسكر عليه خلص، بقول لك هذا النموذج أصبح ايش؟ مغلق. تمام؟ كويس؟ هذا بالنسبة للآن. الآن بدي ايش؟ للاختبارات. لا الاختبارات، جعل هذا اختبار، طالما جعلت هذا اختبار كويس، هنا إصدار الدرجة مباشرة بعد ايش؟ كل إرسال، مجرد ما يرسل أول مرة بيجي له الدرجة، بده يعدل. تمام؟ بس لا، إن بدك إياه يعدل الإجابة بتكشف، تحط له ايش؟ يرسل بعد ايش؟ يرسل بعد انتهاء الاختبار. كويس؟ مباشرة في وقت لاحق بعد المراجعة اليدوية اللي راجع المحاضر. طبعا هنا ممكن انه يشوف الاجابة الصحيحة، بدك تخليه راجع اصدار الدرجة ماشي، بس ما تخلوش لا يشوف الاجابة الصحيحة ولا الاجابة الخاطئة ولا ايش؟ قيم النقاط، ما يشوفش ايش الاجابة الصح والاجابة الخطأ. بدكش اياه يراجع، خليه يشوف ايش؟ الاجابة الصحيحة والاجابة ايش؟ الخاطئة. اتفقنا؟ كويس؟ هاي حفظ، هاي ايش؟ حفظ. في نقطة مهمة الآن، أو هتلاحظوا على النموذج لما أفتح شاشة ايش؟ الفقرة والعنصر. كويس؟ هذه البيانات الأساسية كانت عبارة عن عنوان، هذا كان عبارة عن ايش؟ سؤال. طلع هنا ايش طلع الجديد؟ كانت موجودة هذه؟ لما تراجعوا في الفيديو وبتشوفوها هل كانت موجودة ولا لا. هنا مفتاح الإجابة، هل هذا هو سؤال الطالب بيحتاج عليه إجابة؟ لا. لا طبعا. وهذا؟ لا. وهذا؟ لا. وهذا؟ لا. هاي أول سؤال. كويس؟ مزبوط ولا لا؟ هاي مفتاح الإجابة. مين الإجابة الصح؟ الفأرة. أنا بختار. كويس؟ كويس؟ وبحدد النقطة تبعتها كم النقطة، كم الدرجة عليها. هاي درجة. كويس؟ خلصت برجع لمين؟ شاشة تعديل السؤال. ها؟ إذا بدك تعدل في السؤال، وبين لك وين الإجابة الصح. بين لك وين الإجابة الصح. هنا نفس الحاجة، وحدات الإدخال، بضغط عليها، أعطيني مفتاح الإجابة. تمام؟ من وحدات الإدخال، من وحدات الإدخال هي صندوق خيار ثلاثة اللي ما غيرتوش عزة. كويس؟ وأجي أقول له إيش؟ تعديل السؤال. وأقول له أنا إيش؟ صلحوا لوحة المفاتيح. نسيت حاجة، إيش هي؟ مفتاح الإجابة، وراح أحط له قديش عدد؟ الدرجة. تمام؟ أرجع لشاشة السؤال. من وين إيش؟ من وين إيش يا نور؟ قولي. اللي هي إيش؟ كيف اجتني هذه مفتاح الاجابه؟ هذه ساعدنا بنيت الاختبار انا، او المقياس ما كانش موجود ولا مفعل، تفعلت بعد ان ذهبت الى الاعدادات. كويس؟ وجعلت هذا اختبار. هيا هذه كانت هيك، طلع علي هين رفعتها. كل شغل اللي عملته الان كانه لم يكن. هاي السؤال الاول، هاي السؤال الاول.
تمام. وين كلمة تعديل السؤال أو مفتاح الإجابة؟ ما فيش. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة إيش؟ الأولى. هذه برسلش إلى الجهاز، برسلش إلى الطالب درجته، برسلش إلى الطالب درجته. الطريقة الثانية بهمش، الطريقة الثانية تمام ممكن تكون، أنا بوقف لحد الهانة بديش إيش، لا بدي أعملها كمان محاضرة، كمان محاضرة عشان تقدروا تستوعبوا. ده أنا بجد كمان تعبت ومش قادر أضغط حالي بزيادة، تمام. أنا بدي تستفيدوا منها، بدي تستفيدوا إيش. فخلينا نحل حكاية التصحيح وتال تمام، وتنزيل ملف الدرجات لسه تنزيل ملف الدرجات. كل اللي عملناه هذا، كل اللي عملناه بداية البناء ولا شيء لا اللي جاي، مع انه سهل وبسيط بس يحتاج الى تركيز. خلينا ايش، لكن طلع علي، طلع علي المرة الجاية حنزلكم تبني اختبار، يعني تبني واجب، تعمل واجب، تعملي وفق التعليمات، وفق ايش التعليمات. عشان يا ميمان لما نقول لك روح على الفقرة الفلانية اعمل فيها كذا، اكون انا زيك زي محمود زي ايمن زي حساس ايش، نكون ماشيين على سكة واحدة، نكون ماشيين على سكة واحدة. عشان ما تطولش على الشباب. خلاص استوى خلاص تمام كويس. هاي بدي اعتبر المحاضرة كأنه جزئية، هذه غير مسجلة.